إذا رأيت مسلما يحتاج إليك في شيء تقدر عليه قم له بالحاجة وسدها له، إذا كنت لا تستطيع رده ردا جميلا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يا سلام، ما أجمل هذا الدين. إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. كم من إنسان تأتيه تريد حاجة ولا يعطيك هي ويردك رد أجمل من أن يعطيك إياها. ولذلك ربنا يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لذلك قال الفضلاء سقي المعروف أصعب من عمل المعروف، لأنك إذا عملت معروفا أرعاه. الزرع إذا زرعت ما لا تفعل ترعاه من الهوام ومن العطش فتسقيه. لذلك المعروف تجميل وتحسين أن يسقى بالمعروف حتى يثبت ويشيخ. بعض الناس إذا عمل المعروف يقابله برفع الصوت والإساءة على الناس، هذا ليس من المعروف. ذلك ما لا يقول، يقول عندي حدائق ود غرس نعمتكم قد مسها عطش فليسق من غرسا. إن الكريم إذا أنشى حدائقه من المروءة أن تسقى وتنحرسا. فداركوها وفي أغصانها رمق فلن يعود اخضرار العود إن يبسا. المعروف يسقى بالمعروف بالكلام الطيب وبالرفق.